يقول السائل: هل البيتكوين فيه زكاة؟ الجواب نعم، البيتكوين فيها زكاة. طبعا نحن لا نتكلم عن جواز التعامل بها. البيتكوين كما نعلم كان الناس من قديم يتعاملون بالمقايضة، يعني يمكن بيضة برغيف، ثم تعاملوا بالذهب والفضة يشترون بها ويبيعون، والدرهم والدينار، ثم الأوراق النقدية، ثم الأرصدة الرقمية. الآن أنت كل واحد منا في الغالب إذا عنده راتب أو مال في المصرف أين هو؟ رصيد رقمي، رصيد رقمي، وفي زكاة طبعا بشروطها. طيب بعد ذلك، بعد النقود الرقمية اللي هي الأرصدة هذه البنكية، صار عندنا الآن النقود الافتراضية. النقود الافتراضية، النقود الافتراضية مثل البيتكوين والإثريوم، هذه قائمة على خوارزميات، يعني اجتمع مجموعة من المبرمجين بنظام برمجة مفتوح ووضعوا بالخوارزميات برمجة لتكون عملة، العملة قابلة للتجزئة، قابلة للتحويل، قابلة لكي تسدد بها الأثمان، أثمان الأشياء، لكنها لا تصدرها لا بنك مركزي ولا مصرف، أي مصرف من المصارف. ويعني قالوا لها ميزات في السرعة، في التحويل بدون رسوم، فبدأ سعرها يرتفع وصار عليها مضاربات. البيتكوين اليوم وصل إلى 4000 دولار. البيتكوين الواحد، 1 بيتكوين، صارت قيمته 4000 دولار، ولا زالت الأسعار في تصاعد. طبعا هل فيها مقامرة؟ هل فيها مغامرة؟ هل فيها غرر؟ فيها أشياء من هذا، لكن نحن الآن ما نتكلم عن جواز التعامل بها، لتحتاج إلى هيئة تفتي فيها فتوى جماعية في جواز التعامل بها. لكن الزكاة فيها، الزكاة فيها، أليست مالا؟ أليس يغتني بها؟ أليس يشتري بها؟ أليست تورث عنه؟ فإذا الزكاة في البيتكوين واجبة.